يونس تغانم استقبل على أرضية ميدانه أحد فرق المقدمة اتحاد بسكرة الذي دخل ومنذ البداية في محاولة امتصاص هجمات المحليين التي شكلت إحداها خطورة حقيقية كان وراءها المهاجم بن مغيث عندما ارتطمت كرته بالقائم الأيمن لحارس مرمى اتحاد بسكرة. من جهتهم الزوار كانوا أكثر فعالية وتمكنوا بعد تنفيذ كرة ثابتة من فتح باب التسجيل في الدقيقة 37 من توقيع اللاعب عدوان واحتجاج العناصر المحلية على قرار الحكم على خلفية احتسابه للهدف. المردودية التي كانت ذات اتجاه سلبي لدى مهاجم الترجي استمرت إلى أن حلت الدقيقة الثانية بعد انتهاء الوقت القانوني من الشوط الأول الذي سجل فيه هدف غير منتظر أمضاه بطريقة جميلة اللاعب بن مغيث معدلا النتيجة أمام اتحاد بسكرة. الشوط الثاني دخله الزوار بنية إحداث الفارق وفعلا وقعوا هدف التقدم في الدقيقة 69 حمل توقيع اللاعب بن عاشور. وفي الوقت بدل الضائع لاعب ترجي مستغانم عمراني ينقذ فريقه من هزيمة بعد أن نجح في توقيع الإصابة الثانية وانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بين ترجي مستغانم واتحاد بسكرة. إذن كان